السلام عليكم. ما كان أحد يظن أن أوروبا الشرقية قد تخرج من فضاء الاستبداد العنيف الذي خيم عليها طوال عقود طويلة، لكنها فعلت بمجرد ما تفكك الاتحاد السوفيتي وسقط جدار برلين. وقليل من تخيل مشهد دول إفريقية تنعم بتداول السلطة وانتخابات حرة ونزيهة، غير أن هذا الخيال صار حقيقة بانتقال بلاد إفريقية إلى ساحة الديمقراطية أفواجا. وكذلك فعلت دول في أمريكا الجنوبية، إلا في الوطن العربي الذي ما زال ملاذ الاستبداد والمستبدين بالرغم من محاولة التغيير الجارية منذ عقد من الزمان. هل حقا هناك استعصاء للسلطوية السياسية في المنطقة العربية؟ وما مدى صحة ما ذهب إليه عدد من الفلاسفة والمفكرين الغربيين الكبار أمثال الفرنسي مونتسكيو والألماني هيجل والأمريكي هانتينغتون من أن الاستبداد متجذر في الثقافة العربية، متهمين الإسلام بالوقوف وراء هذه الظاهرة؟ العرب ومصارع الاستبداد هو عنوان حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب، وقد اخترنا هذا العنوان قاصدين المشاكلة اللغوية لأهم كتب المفكر الراحل عبد الرحمن الكواكبي الذي ألفه قبل نحو 100 عام بعنوان طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وقدم فيه عملا ألمعيا باكرا في مجال تعرية الاستبداد وكشف آثاره على الشعوب. في هذه الحلقة نحاول الغوص في جذور ظاهرة الاستبداد في المنطقة العربية، ونعرج على الآثار والنتائج التي تمخضت عن هذه الظاهرة في مجتمعاتها. أهلا بكم. المتابع لما يجري من أحداث في الدول العربية لا يجد أرخص من كرامة الشعوب العربية التي تسحق وتداس من قبل الأنظمة الحاكمة التي تتفنن في الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسفك الدماء، والأسوأ من ذلك أن تلك الانتهاكات الصارخة ترتكب ضد الشعوب باسم الدين تارة وباسم الوطنية والقومية العربية تارة أخرى في مشهد يكرس للديكتاتورية والاستبداد. لقد بات واضحا وفي أكثر من بلد عربي أن قوس الديمقراطية الذي انفتح بضغط الربيع العربي قد أغلق، فها هي الأنظمة تمارس القمع ضد التظاهرات السلمية وتكميم أفواه الصحافة وتهميش شرائح كبيرة من المجتمع وإلغاء كل منافس أو مزاحم، حتى أصبح ربيع الشعوب ضرساً موجعاً بالنسبة للأنظمة المستبدة. اليوم حين تخرج الشعوب إلى الشارع للمطالبة برحيل الأنظمة الاستبدادية فإنها غالباً ما توصم بختم العمالة، فإن عقلية تلك الأنظمة لا تستطيع أن تصدق أن الشعوب يمكن أن تتجرأ على طلب حريتها وحقها في الحياة الكريمة. لذلك فإن أي تحرك حتى لو كان مجرد مظاهرة لابد أن يكون الأعداء خلفها حسب فهمهم. بالمقابل فإن الشعوب العربية لا تملك خيارات كثيرة، فإما أن تقبل بالاستبداد والفساد وإما أن تموت، وغالباً على يد الجيوش التي ظنوا أنها موجودة لحمايتهم. كان حرياً بأنظمة الدول العربية إبان ربيع الشعوب أن تعي الدرس وتخفف من سطوتها المطلقة، وأن تدرك أن قوتها في قوة المجتمع لا في إضعافه وتمريغ كرامته، وأن الممارسات التغولية هذه تصنع نهايتها وتعمق الهوة بينها وبين الشعوب التي لا تنسى قبضة المستبد مهما أمعن تعذيباً وقهراً ما دامت تعشق الحياة بحرية وكرامة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول عبر تطبيق سكايب الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلاً ومرحباً بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني بنظرة وصفية وليست تحليلية، بنظرة عامة وصفية ليست تحليلية، قبل أن نخوض في التحليل، إلى أي مدى تتفق كباحث ومتابع عربي عن أن الاستبداد هو جزء من الثقافة العربية كما ذهب إلى ذلك عدد من المفكرين الذين كانوا قساة في هذه القضية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وسلم. طبعا مرحبا بكم واخيرا. في الحقيقه هذا الموضوع، موضوع الاستبداد، من اعقد الموضوعات التي تعالج في واقعنا، وذلك لان يعني كثير من الظروف تجعل معالجه هذا الموضوع امرا معقدا وتدخل فيه كثير من التفاصيل.
ففي البداية أغلب الذين يعالجون موضوع الاستبداد هذا موجودون تحت أنظمة حكم مستبدة، فهم إما نفاقا وإما يعني كراهية لهذا الوضع المستبد يحاولون أن يعالجوا هذا الموضوع بما لا يعود عليهم الضرر أو حتى بما يحقق لهم المكاسب، وبالتالي لا يمكنهم أن يهاجموا الأنظمة الحاكمة التي تمثل هذا الاستبداد المعاصر، فيسددون سهام نقدهم إلى التاريخ، إلى التراث، إلى الثقافة العربية أو إلى المجتمع الذي يعتبرون أنه يعني يرث الاستبداد في جيناته وفي طبائعه وفي دمائه. فبطبيعة الحال شتم التراث والتاريخ والثقافة والمجتمع هو أقل تكلفة من شتم الحاكم، وقد يكون النفاق الذي يحاول أن يحقق به المثقف مكتسبات له هو مما يتطلب شتم التاريخ والثقافة والتراث والمجتمعات لكي يكون هذا المثقف مقربا من الحاكم، ففي النهاية لا يمكن أن نفصل القول عن قائله. لكن عفوا استاذ محمد، يعني فقط مقاطعه بسيطه، يعني الامر ليس حكرا على مثقفين عرب او مسلمين، وانما ذكرت في مقدمه الحلقه ان مفكرين امثال الفرنسي موتسكيو صاحب نظريه الفصل بين السلطات، وهو مفكر فرنسي مهم جدا، وكذلك هيجل ابو الفلسفه الوجوديه الحديثه، وكذلك صموئيل هنتنغتون المفكر السياسي الامريكي، كل هؤلاء وغيرهم كثر قالوا ان الاستبداد جزء من ركيزه في الثقافه العربيه. هنا أريد رأيك النقدي من دون أن نضع رأسنا في التراب ومن دون أن نجدد أنفسنا. صحيح هذا الكلام، فكرة أنه الاستبداد أصيل في الثقافة العربية والإسلامية والشرقية أحيانا، هذا كلام كرره كثير من المستشرقين وكثير من المفكرين الغربيين، ولكن حتى مونتسكيو نفسه اعترف بأنه لم يستطع أن يدرس الثقافة الإسلامية دراسة مناسبة تمكنهم من أن يستطيع أن يفسر أغلب ظواهرها. هنتنغتون كان يتكلم عن الاستبداد باعتباره ثقافة أصيلة في إطار سياق تنظيراته المتعددة التي تجعل الهيمنة الأمريكية يعني هدفا مطلوبا، ولكي يعني لكي يقول بأنه محاولة نشر الديمقراطية في البلاد الإسلامية لم تنتج ديمقراطيين ليبراليين، وإنما أسفرت عن أن هذه الشعوب تعود إلى هويتها. كثير من المستشرقين سواء المعاصرين أو القدماء تحدثوا عن الاستبداد باعتباره ثقافة أصيلة ضمن منهجهم الاستشراقي الذي يبرر احتلال هذه الشعوب وإدخالها قسرا في الحداثة الغربية، فهو كان يعني كان امرا سياسيا. ولا شك ايضا ان عوامل الجهل قائمه، فكثير من هؤلاء المفكرين لم يجيدوا اصلا اللغه العربيه ولم يطلعوا على التراث الاسلامي، ومع ذلك يجب ان اقول ايضا بان كثيرا من المستشرقين الاخرين تكلموا عن ان الحاله الاسلاميه والحضاره الاسلاميه لم تكن استبداديه، وانما كانت صوره افضل حتى من الصوره الغربيه. ويعني ممن يشتهر في هذه الأيام ممن يناقش هذه الأفكار ويتكلم فيها وائل حلاق وكذلك نوح فيلدمان وقبل ذلك آخرون. فالمسألة هنا يعني في السياق العلمي الغربي تجري مناقشات عميقة تثبت أن الحالة الحضارية الإسلامية كانت أقل كثيرا في الاستبداد من النموذج الغربي المعاصر، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن الصوت العالي هو صوت موظف سياسيا يرى أن من مهمة الغرب الدخول إلى هذه الشعوب التي تعودت على الاستبداد واحتلالها، أو يرى أنه لا بد من دعم المستبدين العرب لأن هذا جزء من تحقيق المصالح الأمريكية أولا، وهو جزء من ثقافة هذه المجتمعات الثانية. طيب قبل الذهاب الى الحقد الاسلامي او مسؤوليه الاسلام من عدمه، قبل ذلك ثمه حديث لابد ان يقال، ان الوطن العربي الان الدول العربيه تقريبا هي من اواخر البقع الجغرافيه التي تحوي الاستبداد ويعني ياوي اليها الاستبداد. هل من تفسيرا لهذا؟ هل ثمه لهذا علاقه بقبول الاستبداد عربيا؟ يصح هذا الكلام لو ان الدول العربيه هي التي افرزت انظمتها الحاكمه الان، ولكن الواقع أنه منذ عصر الاستعمار وعصر ما بعد الاستعمار فهذه الأنظمة الحاكمة هي صناعة غربية وصناعة احتلالية، وحتى الشعوب التي تثور على هذه الأنظمة
إذا عجزت الأنظمة بنفسها عن إخماد هذه الثورات تنزل الجيوش الإقليمية والجيوش الدولية لدعم المستوطنين، وإذا حصلت ثورة فإنك تجد الحاكم يخوف الغرب ويقول له إنما أنا أحميكم من الشعب وأنا ضروري لأمن إسرائيل، وإذا لم إذا لا يعني إذا أفرطتم في مطالبات حقوق الإنسان فيمكن أن ألوح لكم بورقة اللاجئين الذين يأتونكم عبر البحر. ففي النهاية هذه الأنظمة لم تكن إفرازا طبيعيا للمجتمعات العربية لكي نتكلم عن أثر الثقافة العربية والتراث الإسلامي في الاستبداد. هذه الأنظمة الحاكمة إنما هي صنيعة غربية صنعت على أعين الاستعمار، ولا تزال حتى الآن مدعومة منه وموجودة بدعمه وإسناده. الجيوش العربية الآن تدرب في الغرب، الأموال والأنظمة الاقتصادية إنما يصنعها الغرب، النفوذ الذي يوجد في بلادنا هو النفوذ الغربي. إلى وقت قريب أي يعني المسؤول الغربي حين يريد أن يمتدح مسؤولا عربيا يقول إن هذا الرجل ضمانة لأمن الشرق الأوسط، وهذه الترجمة الحرفية لقوله إن هذا الرجل هو يستطيع أن يشل فاعلية شعبه في الشرق الأوسط لكي يحقق مصالحنا. ونحن نرى بعض الجنرالات في جيوشنا يتحدثون بصراحة عن أنهم جزء من الأمن القومي الأمريكي. فالمسألة هنا لا علاقة لها، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن أن أزمة العالم العربي الاستبدادية موجودة في أصل الثقافة الإسلامية إلا لو كانت هذه الأنظمة هي إفراز طبيعي. بينما العكس، نحن نرى أنه حين تأخذ هذه الشعوب فرصتها وأن تختار من تحب فإنها تأتي بمن ليس على هوى الغرب، وبالتالي تبدأ المؤامرات وتبدأ الانقلابات العسكرية وتبدأ الحروب الأهلية التي لا يبالي فيها الغرب الذي يصف نفسه بالتحضر بكم من أبيدوا وبكم المدن التي هدمت وخربت، ولا باستعمال أقصى أنواع الأسلحة، وهم حتى إلى أن يعني إلى أن يعثروا على البديل المناسب. إذا عثروا على البديل المناسب أجروا هذا التغيير في نظام الحكم، إذا لم يعثروا على البديل المناسب فلا بأس أن يموت الملايين وعشرات الملايين وأن تمسح بلاد كاملة من على وجه الأرض طالما أن مصالحهم هي المتحققة. طيب أستاذ محمد، يعني حتى لا نحصر فكرة الاستبداد في الأنظمة السياسية التي حكمت المنطقة العربية بعيد خروج الاستعمار عسكريا من بلاد العربية، نريد أن نغوص إلى مستوى أعمق من ذلك. يعني ثمة من يقول بأن الذهنية العربية تقبلت فكرة أن يكون هناك حاكم مستبد ومستبد، وهناك من نظر لقضية المستبد العادل، وأن هناك فريقا من الفقهاء لأسباب سياسية تاريخية قبل أن يكون هناك حاكم مستبد إذا ما كان في ذلك مصلحة لوحدة الأمة الإسلامية. وهذه الضرورة صارت أساسا في المنطقة في الحضارة الإسلامية يصعب تغييرها الآن. وهذا ربما يتفق مع ما قاله أرسطو عندما قال إن الآسيويين بطبعهم يعني يميلون إلى الإذعان وإلى الخضوع. نريد أن نحلل هذه النظرية وقضية مسؤولية الفقه الإسلامي عن تقعيد الاستبداد لمصلحة الوحدة الإسلامية. يعني هذا السؤال ما شاء الله حوى 10 أسئلة في جوفه. هنا يعني لكي أستطيع أن أرد على هذا فيجب أن نفكك بعض هذه المظاهر. الآن هناك قفزة في النقاش تحدث دون أن ينتبه القائل لها. فالآن نحن نعاني من الاستبداد المعاصر. الاستبداد المعاصر يعني نحن موجودين تحت أنظمة مستبدة هي موجودة تحت رعاية غربية ولا نستطيع أن نثور عليها إلا بتكاليفها، إلا وإذا استطعنا أن نثور عليها جاء الغرب ليدعمها. إذن هذه المشكلة التي نحيا فيها مشكلة مركبة من الاستبداد الداخلي والاحتلال الخارجي. هنا تحدث قفزة لكي يخرج الذي يتحدث عن هذا النوع من الاستبداد إلى أن يصل إلى التاريخ الإسلامي وإلى معاوية بن أبي سفيان وإلى الأمويين والعباسيين والعثمانيين. فكأن الذي نعانيه الآن هو الذي عانيناه في ذلك الوقت، ويتحدث عن مسؤولية الفقه الإسلامي عن وجود الاستبداد. هذه قفزة هائلة لا ينبغي أن نقفزها دون أن نتوقف كثيرا. أولا هناك فارق بين
يعني دعني أفرق تفريقا لغويا بسيطا. مسألة الاستبداد، كلمة استبداد هنا هي في اللغة العربية بمعنى الحزم والمبادرة والانفراد بالأمر، ولا تعني بالضرورة في المعجم العربي معنى سلبيا. المعنى السلبي متعلق بالطغيان والطاغوت الذي هو مجاوزة الحد. فلذلك حين يستخدم بعض يعني الكتابات التراثية العربية حين تستخدم لفظ استبد فلا يعني هذا بالضرورة معنى سلبي، إنما إذا استخدمت لفظ الطغى وطغيان فهذا هو الذي يعني المعنى السلبي، وهو الذي يقابل الدكتاتورية أو يقابل معنى الاستبداد كما نفهمه الآن. هنا يجب أن نتوقف إلى أنه حتى الدول الغربية إنما نمت وصنعت نهضتها عصر النهضة الإيطالي وعصر التنوير وثم فيما بعد الثورة الصناعية، كل هذا إنما تم في ظل الملوك وفي ظل الحكام المستبدين. في حقيقة الأمر الحكام المستبدين عندهم، يعني المسألة هنا مسألة الاستبداد الذي ينتج فعليا بأثر ضغط الواقع أو بأثر وجود شخصية قوية في لحظة تاريخية ما، لكن هذه الشخصية تنتمي إلى الأمة وإلى حضارتها وتعمل على رفعتها، هذا هو النظام الذي نتجت تحته كل الحضارات عبر التاريخ. حضارات الفراعنة في مصر والفينيقيين والبابليين والآشوريين والصينيين والهنود والفرس والروم، كل هذه الحضارات إنما نشأت في ظل الملكيات وفي ظل الحكومات المطلقة. الربط بين التفوق العسكري والنهضة الاقتصادية وبين الديمقراطية المعاصرة ربط فيه يعني فيه مغالطات كثيرة، لأنه يمكن أن تصل إلى لحظة القوة والتفوق بدون وجود ديمقراطية، كما قد توجد دول ديمقراطية وليست قوية. ما الذي يجعلنا نتصور هذا التصور، نربط بين التفوق العسكري والتفوق الثقافي والرخاء الاقتصادي والديمقراطية الليبرالية؟ هو أننا نعيش الآن تحت ضغط الثقافة الغالبة، تحت ضغط الثقافة الغربية الغالبة. فلذلك نهاجر من أن نبحث عن مشكلاتنا في تراثنا أو في تجارب حضارية أخرى إلى أن نرى أمامنا هذا النموذج المتألق الحاضر الذي يفرض نفسه، فنتصور أننا إذا كنا شيئا كالغربي فإننا نستطيع أن نحصل نفس تفوقه وقوته، وهذه أيضا مغالطة، فالأمور منفكة. الذي أريد أن أتكلم فيه الآن يعني المعنى الذي أريد أن أركز عليه عربيا أن حديثا الاستبداد المعاصر الذي ينشط هذا البحث الثقافي لكي نرى كيف أخطأنا لا ينبغي له أن يمتد بأي حال من الأحوال إلى الدول الأموية والعباسية والراشدية. هذه دول حصل فيها الانحراف طبقا لميزاننا نحن، ميزان المسلمين، يعني الدولة الأموية منحرفة عن العدالة بالميزان الإسلامي، وإلا فهي نموذج عظيم جدا بالنسبة للميزان الغربي، كذلك الدولة العباسية، كذلك الدولة العثمانية. بل إنها الاستبداد الموجود في هذه الدول الأموية والعباسية والعثمانية لا يساوي عشر معشار الاستبداد الموجود في الدول الحضارات الغربية ولا الحضارات الشرقية القديمة، بل ولا يساوي عشر معشار الاستبداد الموجود الآن في الديمقراطية المعاصرة. الآن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة تتحكم في أنشطة الإنسان كلها، فلا يستطيع الإنسان أن يتزوج ولا أن يتعالج ولا أن يتنقل ولا أن يخطب ولا أن يكتب إلا بتصريحات من الدولة، شهادة ميلاد وشهادة وفاة وباسبور، شهادة تبيح له الانتقال. الإنسان في عصرنا الحاضر بلا أوراق تصدرها الدولة يحكم عليه بالإعدام حقيقة، بينما كان حجم السلطة وحجم استبدادها في تراثنا الإسلامي حجما ضيقا. السلطة تهتم بملفات الأمن والدفاع وما يتعلق بهما فقط، بينما أمور التعليم والثقافة والصحة لا تهيمن عليها السلطة ولا تنتجها. فيعني إذا أردنا أن نقيس الاستبداد الذي ننتقده طبعا عندنا باستثناء بعض المراحل التاريخية، باستثناء بعض المراحل التاريخية. طيب 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 لو طيب
أستاذ محمد، يعني في هذه الجزئية لو حصرنا الحديث أكثر في قضية الذهنية العربية، العقلية العربية التي تتهم بأنها تقبل الاستبداد ونوع من الموازاة لما تحدث عنه مالك بن نبي بالقابلية الاستعمار وما إلى ذلك. الآن هناك انتفاضة عربية منذ عقد جاري حتى الآن خفت بريقها لا شك في ذلك، لكن ثمة من يقول بأن هذا الحراك الشعبي لم يسبقه ولم يوازيه تنظير فكري لموضوع الانتقال إلى الحريات السياسية للانخلاع من قضية الاستبداد. أرجو لو تعيد السؤال كأنه يعني وقع انفصال في الصوت فلم أسمع طيب شيئا. طيب أرجو أن تسمعني الآن بشكل جيد. يعني أقول لو ركزنا أكثر في الحديث عن الذهنية العربية، الآن يحصل هناك ثورات، انتفاضة عربية منذ عقد من الزمان، تحرك الشارع، لكن ثمة من يتحدث يغمز من قناة الذهنية العربية التي تقبل الاستبداد بقوله إن العرب لم ينظروا فكريا بما فيه الكفاية وسياسيا لموضوع الانخلاع من الاستبداد والانتقال إلى الحريات السياسية، لا يوجد إطار نظري كافي يوازي ما حصل في الشارع العربي. هنا مغالطة من مغالطات المثقفين والمفكرين. المثقف والمفكر يتصور أن كل خلل في الواقع يرجع إلى خلل فكري، وأن كل إخفاق في الواقع يرجع إلى نقص في التنظير الفكري، وهذا ليس صحيحا بطبيعة الحال. الواقع يعني في غالبه يسبق الفكر، وإنما المفكرون إنما هم يستلهمون الدروس والتجارب ويحاولون أن يحللوا ما قد حصل فعلا. ويعني لا أتذكر الآن من القائل إن ميكيافيلي لم يكن يخترع أساليب الحكم، وإنما كان يخبرنا بما يفعله الحكام بالفعل. يعني المغالطة الفكرية، مغالطة المفكرين تتصور أنه لأنه لدينا نقص في الإطار النظري ونقص في التنظير الفكري فلهذا أخفقنا، وهذا غير صحيح بيقين. لأنه عبد الفتاح السيسي أو بشار الأسد أو غيرهم من الناس لم يكونوا أرقى فكرا ولا أعلى عقلا ولا أعمق فلسفة لكي يتمكنوا من أن يحكموا هذه الأمة، إنما هي موازين قوى، موازين قوى. هناك مسلح يملك أن يطلق رصاصة تفجر أعمق وأكثر العقول عبقرية، والذي أطلق عليه الرصاص قد لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يكتب ولا أن يفهم شيئا. المسألة لا تتعلق بجانب الفكر فقط. أما الحديث عن العقلية العربية، فالواقع أن العقلية العربية حتى ما قبل الإسلام وهذا الذي عززه الإسلام إنها عقلية ترفض الاستبداد تماما. ويعني الشاعر العربي كان يقول وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، كان يفخر بأنه لا يخضع لملك، وكان العرب يفخرون بأنهم لا ينتظمون في ظل ملك لأن هذا يرونه نوعا من الاستبداد. ولما جاء الإسلام عزز هذا، وحتى كل الحديث الفقهي والتراثي عن طاعة الأمراء وعن أن من فارق البيعة مات ميتة جاهلية، كل هذا الكلام إنما هو يدل على أمة ثائرة وأمة متحركة، لأنك لا تأمر الخاضع الخانع الطائع بالطاعة، إنما تأمر الثائر، تأمر القوي، تأمر الذي تتخوف من تفلته. وهذا أمر مهم، وأنا يعني قلته كثيرا وأكرره مرة أخرى. الحرية كانت القيمة المركزية في الحضارة الغربية لأن السلطة الغربية كانت دائما سلطة مستبدة متغولة، فلذلك بحث مفكرون عن الحرية، بينما كانت الطاعة فكرة مركزية في التراث الإسلامي لأن الأمة كانت أمة قوية والسلطة كانت صلاحياتها قليلة. وكان المتخوف منه أن ينتثر أمر الإسلام وينتثر نظام الدولة الإسلامية، فلذلك كان هناك حديث عن الطاعة. ثم هي الطاعة المربوطة بطاعة الله ورسوله، الطاعة الموجودة في الطاعة المربوطة بالطاعة لا بالمعصية بالمعروف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، وألزم الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى صار سيد الشهداء من قام إلى إمام جائر فأمره فقتله. لكن لا يتحدث عن وجود الاستبداد الأصيل في العقلية العربية إلا وهو يجهل هذه العقلية العربية. وضحت الفكرة أستاذ محمد. يعني لكن نحن الآن أمام واقع جديد، وهو أن العرب يعيشون في ظل سلطة جبرية استبدادية
منذ عقود من الزمان. نريد بعد الفاصل أن نبحث الآثار التي ترتبت عن هذه الظاهرة لمدة عقود على بنية العقل العربي والمجتمعات العربية. للحديث بقية طبعا تأتيكم بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله في هذه العودة لمواصلة الحديث في موضوع الاستبداد الذي يعصف بالمنطقة العربية وجذوره توسيعا. لدائرة الحوار ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف الدكتور محمد خليفة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بكم دكتور. الشعوب العربية التي عاشت حين من الدهر تحت سلطة استبدادية، كيف تأثرت ما يسميه عبد الرحمن الكواكبي سنن الحركة الحيوية للترقي بالنسبة للشعوب العربية هبوطا؟ يعني إلى أي مدى هبطت سنن الحيوية الحركية الحيوية التي تقود إلى الترقي عند الشعوب العربية لصالح بروز سنن الانحطاط التي يرى فيها الموتى أو الانحلال في ظل هذه المدة الطويلة والعهد الطويل من الاستبداد؟ كيف تأثرت هذه السنن في روح الإنسان العربي؟ هي هبطت هبوط مريع، أصبحت كأنها أشبه بالمرض، وسادت حالة من الخوف الشديد، وحالة الخوف دائما الخوف من المستقبل والخوف من الأوضاع وترديها، جعلت الإنسان العربي مسخ مشوه لا ينظر إلا إلى الأوضاع المتدهورة والمتراجعة، وهذا يبعده عن التفكير في الترقي أو في السير إلى الأمام. وهذا الاستبداد خلق بجانب الخوف الشديد خلق ما يمكن أن نسميه فجوة بين الناس، فتجد الذين يتملغون الاستبداد هم في أعلى الأماكن رغم أن إمكانياتهم أو ما يتمتعون به من مقدرات هي قد تكون أقل من الآخرين، لكن هذا التملغ للمستبد جعلهم يصعدون ويعرجون إلى مراقي لا يستحقونها، بينما الآخرون في أسفل السلم. أيضا ساهمت هذه العقود المتطاولة من الاستبداد في إضعاف وعي الشعوب، وجعلها سطحية التفكير، ضحلة النظر، لأنها المستبد لا يسمح لها بالعلم المفيد، ولا يسمح لها بأن تترقى وتتعلم وأن تعرف، فظلت شعوب سطحية ضعيفة التفكير، ضعيفة التعامل مع الأمور، لأن هذا أيضا يفيد المستبد، لأن الشعب الواعي لا بد أن يسور يوما على المستبد، ولا بد أن يقوى عوده ويتعلم ويعرف كيف يتخلص من الاستبداد، لكن المستبد يريد لهذا الشعب أن يظل دائما في الدرك الأسفل. ايضا من اثار الاستبداد عقود الاستبداد الطويله انها اضعفت المؤسسات التربويه التي اخرجت العلماء واخرجت المربين واخرجت المصلحين، فالان المؤسسات التربويه ذات العمق وذات المعرفه خلت في عالمنا، ولذلك تجد من يتخرجون في كثير من الاحيان يعانون من الضعف المعرفي والضعف الفكري وضعف الوعي. وايضا المؤسسات الاخرى غير المؤسسات التربويه، المؤسسات الاعلاميه، المؤسسات الفكرية أيضا إنتاجها أضعف ما يكون، لأنها إن أنتجت إنتاج جيد هذا سيؤدي إلى يقظة الشعوب ومعرفتها بواقعها. أيضا الاستبداد طوال هذه الفترة الطويلة فرض الوصاية على الشعوب، والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولكن الآن الواقع يقول أن عالمنا العربي والإسلامي ليس شهيدا على العالم، بل يستجدي شهادة العالم عليهم، لأن الآن نبحث عن شهاداتنا في الغرب، نبحث عن كل أمورها، حتى السلع
تجدنا نبحث عن الايزو وعن الشهادات التي تقول ان سلعنا افضل من الاخرين من الغرب، ونحن الذين اراد الله سبحانه وتعالى ان نكون شهداء على الناس، فانعكست الايه. ايضا من اثار الاستبداد حاله الخنوع والضعف والخوار التي اصبحت ساري في الامه، امه تركت التفكير في النهضه، تركت التفكير في المعاني العاليه والمعاني العظيمه. ايضا ضعف الوازع الديني في نفوس الناس، هذا من اثار الاستبداد، لان الاستبداد او الناس مع الاستبداد يخافون من المستبد ويخافون من السلطه ولا يخافون ويتركون الخوف من الله. وهذا ايضا اتى بالطبقه التي تسير او تدور حول الحاكم المستبد وتسبح بحمده. هذه الفئه التي هي بطانه السوء التي تحوم حول المستبد، هذه جعلت ايضا حاله الضعف الكبير التي استمرت بهذا الشكل. وايضا هذا الامر له اثاره على الاقتصاد، له اثاره على السياسه، له اثاره ايضا على يلاحظ ايضا العلماء الذين هم قوه الامه اصبح دورهم ضعيف، وادائهم ودورهم في تعريف الامه وتوعيتها اصبح ايضا ضعيف. وضعفت دائره العلم والمعرفه، وايضا غابت مؤسسات الشورى، لان المستفيد لا يريد الشورى، يريد فقط ان يقول ان رايه هو الافضل وان ما يقول به هو الافضل، فاصبحت مؤسسات صوريه. طيب دكتور محمد، قبل ان اعود الى اسطنبول اختم معك، يعني انت استفيد من 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 مسارك المهني والعلمي ايضا الاجتماعي، واعرف انك عضو في الجمعيه العربيه للعلوم الاجتماعيه اذا لم تخني الذاكره. السؤال هو يعني من الناحيه الاجتماعيه، كيف انعكس هذا العهد من الحكم الفردي السلطوي على البنيه الاجتماعيه للدول العربيه؟ نعم، هذه العقود كما قلت من الاستبداد ايضا اثرت على المجتمع العربي والإسلامي تأثير بالغ، لأنه كان يفترض أن تكون هناك مؤسسة اجتماعية قوية ممثلة في الأسرة وفي الوالدين وفي البنية الاجتماعية القوية التي أسسها الإسلام، لكن بسبب الاستبداد أصبحت هذه المؤسسة الآن في حالة تفكك وتدهور مستمر، وأصبحت طاعة الوالد وما يتعلق بها من أمور الأسرة المختلفة أصبحت الآن تتفكك بشكل كبير. فإذا تدهور البناء الأسري الداخلي، هذا يعني أن المجتمع بالتالي يتدهور، لأن البنية الداخلية والنواة الأساسية هي أصبحت متدهورة. وقد يكون أيضا من آثار الاستبداد أنه جعل الأسرة كلها تجري خلف المعاش بسبب الضعف الاقتصادي والإشكالات الاقتصادية. هذا يجعل الأسرة التي كانت متقاربة، التي كانت في داخلها متماسكة، ضعفت بسبب السعي وراء المعاش والهجرة من مكان إلى آخر والجري البعد من الأمان الذي كان موجودا. كل هذه آثار أثرت على الأسرة، وأيضا ضعف مخرجات التعليم، وأصبحت الأسرة الآن تبحث عن مستحقاتها الطبيعية بالاستعطاف للمستفيد، بدل من أن كانت تأتيها كاستحقاق أصبحت تبحث عنها بالاستعطاف وبالتلطف للمستفيد. دكتور محمد خليفة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية، كنت معنا من الخرطوم عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. أعود إليك أستاذ محمد، بالنظر إلى طول العهد بالحكم القسري أو السلطوي الذي طبع الحياة السياسية في الدول العربية، إلى أي مدى هذا طول العهد هذا أثر على فكرة المركزية في حياة الشعوب، وهي فكرة الحرية السياسية عند الإنسان العربي؟ بمعنى بكلمات أخرى، يعني إلى أي مدى ألف الإنسان العربي فكرة الاستبداد وتعايش معها، أم من ناحية أخرى أن هذا العهد الطويل أجج الأشواق إلى الحرية السياسية عند العرب؟ ما شاء الله، الأسئلة عميقة وتحتاج إلى تطويل وتفصيل. بداية، إذا أنا يعني لابد أن أفرق بين الاستبداد المعاصر الذي بدأ في هذين القرنين الأخيرين وبين ما سبقهما من علامات استبدادية في تاريخنا. هذا التفريق هو تفريق ضروري، لأنه يعني يفارق أو يعني تختلف التفاسير في، كما يقول جلال الكشك، أنه التاريخ، الاختلاف حول تفسير التاريخ ليس طرفا أكاديميا ولكنه اختلاف حول برامج العمل للمستقبل.
فلذلك أنا أركز على التفريق بين هذين الاستبدادين. الاستبداد الذي نشأ في تاريخنا الإسلامي كما هو ينشأ في جميع الأمم من وجود شخصيات قوية مستبدة في لحظة ما ومن وجود علامات استبداد في لحظة ما، وبين الاستبداد الذي صنع في القرنين الأخيرين وكان بشكل أساسي على يد الغرب ولا يزال مدعوما من الغرب، فنحن نعيش عصر الاحتلال بالوكالة. الأمر الثاني، كيف أثر هذا على حياتنا؟ فلا شك أن الاستبداد شيء قاهر للشعوب ومدمر لأخلاقها، وابن خلدون تحدث في المقدمة طويلا عن أن الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، وتحدث حتى عن الاستبداد في التعليم. يعني ابن خلدون أفرد فصلا عن أنه حركة التعليم بعدما كان تعليم الديني، بعدما كان تعليم الدين تعليما يحافظ على بأس النفوس وعزتها، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، منذ أن تحول تعليم الدين إلى نوع صناعي يتم فيه أن يستبد الشيخ بالطالب ويكون له القدرة على أن يعاقبه، فإن هذا أفسد حتى هذا التعليم الديني. وهذا كلام ابن خلدون قبل أن يكون لدينا منظرون ومفكرون متأثرون بالعلمانية أو بالغرب. ولكن الأزمة الخطيرة جدا هي التي حصلت في هذين القرنين، حين صار الاستبداد آلة الدولة، حين لم تعد المسألة مسألة مستبد في نفسه، بل صار الجهاز السياسي الحاكم كله آلة استبدادية. هذا الذي قهر النفوس وكسر بأس الناس، وبالتالي ظهرت الظواهر المرضية، الظواهر التي أو ما يسميه مالك بن نبي القابلية للاستعمار، الظواهر المرضية التي تخنع وتخضع للمستبد. ولا يعني هذا أن الأمة حين جاءتها الحرية فإنها رفضتها لأنها فضلت الاستبداد عليها، بل ولا يعني أن الأمة توقفت يوما عن أن تكافح هذا الاستبداد. ولكن الذين يكافحون الاستبداد الآن وعبر 200 سنة اللي فاتوا يسمون إرهابيين ومتطرفين ومتعصبين، حتى إذا زالت هذه الدولة دولة الاستبداد نظر إليهم على أنهم أبطال ومكافحون. يعني الضغط الحالي الذي نعيشه الآن، والضغط الناتج عن شبكة القوى المهيمنة، هو الذي ينتج المصطلحات وينتج الثقافة وينتج المعرفة، فيتحول أبطال الواقع إلى مجرمين كما يتحول مستبدي الواقع إلى عظماء. طيب باختصار، يعني قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير، كيف تمت عملية التأثير على بنية العقل العربي وبنية المجتمع العربي، بحيث وصلنا إلى شرائح من المجتمعات العربية تقبل بالاستبداد وتعاني من رهاب، إذا ما صح التعبير، رهاب الحرية، ولا تقدم التضحية الكافية للحصول على هذا المطلب الإنساني العزيز؟ ولا شك أن أثر الاستبداد في أمتنا أثر في غاية الشناعة والقبح، ولا شك أنه أثر على أخلاق الناس بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين أبنائهم وزوجاتهم، وكذلك بينهم وبين الحكام، ولا شك أنه أخرج أسوأ ما فيهم. ولكن يجب أن أقول وأركز إلى أن هذا التغير الذي حصل لدى البعض في أفكاره أو في طبائعه ليس تغييرا عميقا في أمتنا الإسلامية، والسبب الأصيل في ذلك أن أمتنا الإسلامية مرتبطة بالقرآن والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين ارتباطا دينيا، هي دائما تتذكر عمر بن الخطاب ودائما تتذكر عدل أبي بكر الصديق، فارتباط الأمة بهذا النموذج يعصمها من أن يحدث في عقلها وطبائعها تغير عميق يؤثر عليها مستقبلا. ويجب أن نقول إن أكثر المتأثرين سلبا بالاستبداد إنما هم حاشية هذه الأنظمة الحاكمة، هم الذين يقولون بأن هذه الأمة لا أمل فيها، وأن هذه الأمة ورثت الاستبداد من ثقافتها، وأن الاستبداد من طبيعتها، بل وصل بعضهم إلى أن يقول إن اللغة العربية بطبيعتها لغة مستبدة ولا تناسب الأفكار الحديثة. يعني الواقع أن أكثر من يتحدثون عن الاستبداد تشنيعا على الأمة وتقبيحا لها هم الذين ترسخت فيهم أسوأ أخلاق الاستبداد وطبائعه. تجد الواحد منهم لا يجرؤ على أن يكون ثائرا ولا مكافحا ولا مناضلا، ويستسهل أن يسب السابقين، ويستسهل أن يسب عموم الناس، ولا يقترب من مقام الحاكم الذي يقهره بل الذي ينافقه أيضا. طبعا نستكمل هذا الحديث مشاهدين الكرام بعد وقفة أخيرة.
أهلا بكم أستاذ محمد. الانتفاضة العربية ربما مثلت فرصة حيوية ونادرة لقياس ميراث الاستبداد على أمزجة وعقول وثقافة الإنسان العربي في هذه المرحلة، ومن ذلك يمكنني أن أسألك عن إلى أي مدى يمكن القول إن أداء هذه النخب التي قادت الانتفاضة في عدد من الدول العربية في خطابها، في إدارتها، في حوارها البيني، في خلافاتها البينية، إلى أي مدى تجسد فيها الميراث الاستبدادي؟ أيضا هذا من الأسئلة الكبيرة التي تفتح ملفا كثيرا حول سلوك العرب في ثوراتهم. وأقول بشكل مختزل ومختصر لأن الأمر لا يسع فيه التفصيل، إن ما تحقق من مكتسبات الثورة إنما كان على يد الشباب والأجيال الجديدة التي لم تعرضها الاستبداد ولم تتأثر بأخلاق المستبدين، إنما إخفاقات هذه الثورات إنما تعود إلى هذه النخبة التي تأثرت بالاستبداد وعطاها الاستبداد وطبعها بأخلاقه. عموم حركة الجماهير لم يعني إذا قارنا بين عموم حركة الجماهير وعموم حركة النخبة نجد أن النخبة أفسدت ما صنعه الجماهير، وهي التي أدخلت هذه الثورات المشتقات والانحرافات والتناقضات التي استفاد منها المستبد. ولا يجب ويجب ألا ننسى أن هذه الأمور لم تتم في فراغ، يعني لم نكن نحن وحدنا في الساحة، وإنما كانت الأنظمة الحاكمة القاهرة موجودة بما لديها من قوة مالية ومن قوة تسلحية ومن مناصب ونفوذ، وكان موجود من خلفها العالم الغربي بما يملكه من نفوذ إعلام وأفكار وأقوال، وقد تدخل كل هذا لكي ينصر من تأثروا به ولكي يستخدم أدواته الوظيفية في الذين تأثروا به وارتبطوا به لكي يفتت هذه التوترات ويفجرها. فالمسألة ما كانت مسألة فكرية محضة، إنما كانت مسألة فكرية يتفاعل معها القوة المهيمنة والمسيطرة حاليا. ويعني نحن لدينا أيضا في تنظير ابن خلدون وهو قديم، لأن الله تبارك وتعالى كتب عن بني إسرائيل فيه 40 سنة لكي يزول الجيل الذي حنه الاستبداد وينبت جيل جديد في صحراء حيث لا سلطة فوقه تقهره وتفضله وتفسد أخلاقه. وعلى يد هذا الجيل الجديد الذي نشأ في العزة على يده تم فتح الأرض المقدسة، تم فتح الأرض المقدسة. طيب إنما إذا محمد أنا أعاني من بعض الإشكال، أنا أعاني من إشكال ربما في الصوت يتقطع، يعني سنحاول أن نتأكد من هذا الأمر. يعني عطفا على ما ذكرت ارتباطا بذلك لو أذنت لي هنا في المقاطعة، يعني خلال فترة الانتفاضة وما شاهدناه في المنطقة العربية من دماء وتهجير وهدم مدن وبلدان بأكملها، كان المفروض التطور الطبيعي أن تخفف الأنظمة الحاكمة من غلواء استبدادها، أن تميل قليلا إلى شعوبها حفاظا على حتى سلطانها وليس فقط على دولها. لكن بدلا من ذلك هذه الأنظمة قدمت مقاربة ثنائية لشعوبها، إما الفوضى وأنتم تشاهدون ما حصل في سوريا، وإما أنا الاستبداد مع الاستقرار والعيش ضمن هذه الظروف. النتيجة التي وصلنا إليها، هل يمكن أن نسأل أن الاستبداد، أن الدولة المستبدة في المنطقة العربية أعادت إنتاج نفسها ولكن بوسائل أكثر نعومة مرضيا عنها شعبيا؟ يعني نعم، العقل والمنطق وحساب الأشياء يقول بأن الأنظمة المستبدة تتعرض لثورات شعوبها ينبغي أن تقدم بعض التنازلات، ينبغي أن تحرص على صالح شعوبها وعلى صحة العلاقة بينها وبين شعوبها. هذا الكلام لو أن هذه الأنظمة هي إفراز طبيعي للشعوب، لكن حين كانت هذه الأنظمة هي من وضع مستعمر المحتل، ففي هذه الحالة هذه الأنظمة تتوحش على الشعوب لأنها في حقيقتها منفصلة عنها ومعادية لها، وإنما تستمد شرعيتها وتستمد قوتها من هذا المحتل الغربي الذي نصبها والذي يستمر بحكمها ورعايتها. فهنا نجد أنفسنا أمام استبداد مختلط بالاحتلال. طيب السؤال هو، هل من سبيل
لإنهاء فكرة الاستبداد في المنطقة العربية والقضاء عليها من جذورها؟ وإذا كان هذا السبيل متاحا فعلى ما يتوقف ذلك؟ سؤال مزدوج طبعا. نعم، الاستبداد يعني فكرة الخلاص من الاستبداد فكرة في حقيقتها تحتاج إلى مقاتلين أكثر من حاجتها إلى مفكرين ومنظرين، لأنه مهما كتب المفكر والمنظر حول جمال الحرية وحول ضرر الاستبداد وحول يعني ما ينبغي أن نفعله لكي يزول الاستبداد ولكي ننعم بالحرية، فإن هذا الكلام لا أثر له في أرض الواقع إلا أن يتحول إلى عمل. إذا تحول هذا الكلام إلى عمل نحن نريد يعني أو فنحن يلزمنا فوق الإيمان النظري الفكري بمسائل الاستبداد والحرية إلى قوة نفسية وإيمان قلبي عميق واستعداد للتضحية عال جدا، لأن هذه معركة الأمة وهي معركة حضارية. يعني في النهاية إذا كان الإنسان يتمسك بمنصبه التافه في شركة التافه، كيف تريد من الدول الكبرى التي هيمنت على بلادنا أن تتخلى عنها بسهولة؟ كيف يمكن للغرب بعد أن أخذ من خيراتنا وأخذ من أموالنا واستعبدنا واستعملنا ويصدر مشاكله لنا أن يرحل عنا لمجرد أنه يريد أن يعطينا حريتنا ويمنحنا حقوقنا؟ فالمسألة هي يعني تحتاج إلى عاملين مكافحين مناطقين أكثر من حاجتها إلى المفكرين والمنظمين. طيب، إذا ما تحدث المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي عن شروط النهضة، فأنا أستعير هذا الكلام لأسألك عن شروط الثورة. يعني أنت ذكرت كلمة محورية، نحتاج إلى مقاتلين أكثر مما نحتاج كعرب إلى منظرين. ما معنى المقاتلين هنا، وما شروط النهضة للثورة للقيام للتغيير للثورة على فكرة الاستبداد سعيا نحو مستقبلا عربيا أفضل؟ هذه من الأمور التي تنفق فيها الحلقات وتعقد لأجلها المؤتمرات. ما وسعك الوقت في ذلك؟ يعني بدقيقتين ربما، ما وسعك الوقت في ذلك؟ إذا استطعت أن ألخص الأمر فأقول أنه كلما عاد هؤلاء، كلما عدنا نحن كمسلمين إلى كتاب ربنا وسنة وآمنا بهذا المنهج الإسلامي، كلما كان خروج المفكرين والفاضلين منا أسرع. لأن في القرآن والسنة ليست مسألة نظرية وليست مسألة فكرية، وإنما هي مسألة دينية ترتبط بالقلب والروح وترتبط بالتفكير في الآخرة، وهذا هو ما يبعث الطاقة في عقل العاملين ولا يجعله مجرد نعم. ومن ثم يقودهم إلى إصلاح حقيقي وثورة حقيقية عنهم، لأنه مهما كان فإن نضال الذي يؤمن بالحرية ضد الاستبداد لن يساوي جهاد أحد من الناس يؤمن أنه يصل إلى مرتبة الشهداء حين يأمر الحاكم الجائر وينهى فيكون في دينك قبله. وضحت الفكرة، وأرجو أن تكون كذلك مع بعض التشويش في الجزء الأخير من هذا الحديث. أشكرك أستاذ محمد إلهامي، الباحث في الحضارة في التاريخ والحضارة الإسلامية. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في حراسة الله.